إلى الوضع الأمني للبلاد، حيث يقوم الجيش الشعبي الوطني بعملية تمشيط واسعة بولاية عنابة، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب. هذا وحسب مراسلين بولاية عنابة أن أحد عناصر الإرهابيين محاصر من طرف قوات الأمن بأحد المباني بعنابة. وللحديث ومزيد من التفاصيل حول هذا الوضع نربط الاتصال مباشرة بمراسل تلفزيون النهار بولاية عنابة عبد الناصر جلال. عبد الناصر، أهلا بك ومساء الخير. مساء الخير زميلي. إذا ما جديد هذه العملية؟ ليس هنالك جديد، مصالح الأمن ومصالح الدرك الوطني ما زالت تطوق حي هيبون، أين من المفترض أن يكون الإرهاب يختبئ بأحد المباني أو الأوكار هنالك. حاولنا اتصال من مصالح الأمن أو الدرك لجلب أكبر عدد من المعلومات أو التأكيد، إلا أن مصالح الأمن ما زالت تتحفظ على المعلومات إلى أن يتم التأكد من هوية الشخص الفار، إن كان إرهابيا كما كان يروج له أو كان شخص عادي. نعم، عبد الناصر جلال مراسل تلفزيون النهار من ولاية عنابة، شكرا جزيلا لك.